لما جيت قابلتك أول مرة سألت نفسي هل هحن لأيام زمان ولا لا؟ فكرت لو كنا كملنا مع بعض كنا هنبقى عاملين ازاي؟ بس الحقيقة إن احنا كل مرة كنا بنتقابل كنت بتأكد فيها إن احنا مكناش ننفع بعض. وأنت وليلى نافعين لبعض؟ يمكن الفترة اللي فاتت دي كان عندنا مشاكل كتيرة شوية، بس أنا وليلى متفاهمين. أي نعم العلاقة ابتدت بالعقل مش بالحب، بس لا أنا بجد بحب ليلى بعقلي قلبي. لو رجع بيا الزمن هختار ليلى تاني. بيتهيألي ليلى هي اللي المفروض تسمع الكلام الحلو ده مش أنا.